لمن يريد أن يقوم بتقوية عضلاته مع تنشيف جسمه من الدهون للحصول على جسم فيتنس، إن شاء الله في هذا الفيديو سوف أعرفكم على التمرين من أقوى التمارين التي سوف تساعدك وتحسين من مظهر شكلك. وسوف نقوم باستهداف المناطق الأساسية مثل الأكتاف مع الظهر مع الصدر، البايسيس والترايسيس مع الأرجل، وخاصة منطقة البطن. وكل هذا فقط في 10 دقائق، هي حصة سريعة ولكنها قوية، سوف يستفيد منها حتى المبتدئين ويمكنك القيام بها في أي مكان. خلونا نحسبوا التمرين هذا كنوع من التحدي ونشوفوا شكون غتقدر يكمل التمرين حتى إلى الأخير. غنتسنى الأجوبة ديالكم في التعليقات، ومعكم حكيم الماجيسيان من القناة ديالي الرسمية. ديروا جيم وأبوني وخدموا الخاصية ديال الجرس وليتس جو باش نبداو.
podcast.